السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة القصة عبرة وإفادة. تركت مروى المدرسة قبل أن تحصل على الثانوية، واضطرت أن تعمل كبائعة بمحل للملابس الجاهزة، وشاء قدرها أن يرسلها صاحب المحل إلى تاجر كبير كي تستلم بضائعا جديدة. لكن التاجر ما إن وقعت عيناه عليها حتى أصابه الهوى ووقع في نفسه وقلبه، فقرر الحصول عليها مهما كلف الأمر. التاجر يبلغ من العمر 50 عاما، وهو من أسرة معروفة، وله زوجة أصغره ب10 سنوات، وله 3 شبان تتراوح أعمارهم بين 16 و20 عاما، وبنت واحدة في 14 من عمرها. وهو يسكن في أرقى الأحياء في المدينة، وقد قرر الرجل أن يحصل على مروى بأي ثمن، فبدأ برحلة الالتفاف حولها ومحاصرتها. بدأ بزيارتها في المحل بحجة المرور هناك، ثم قال لها: فلتحضري للمقر الشركة لأمر هام. وحين جاءت إليه سألها كم يدفع لها صاحب المحل، فأجابته: يدفع لي 1500. فرد عليها على الفور: أنا سأدفع لك 6000 وتعملين هنا كسكرتيرة. وافقت مروى على الفور، ولم تمض أيام حتى قدم لها عرضه مباشرة: اسمعي يا بنت الحلال، أنا أريدك زوجة على سنة الله ورسوله، لكن وضعي الاجتماعي وزوجتي وأولادي لا يسمحون لي بإعلان هذا الزواج، لذلك سيكون زواجا عرفيا بعقد وشهود، وسأخصص لك شقة لم تحلم بها بعمرك. وقبل أن تطلب منه مهلة من التفكير، قدم لها خاتما من ألماس وعقدا ذهبيا، ففرحت كثيرا. ثم سألته: ولكن ألن تخطبني من أهلي؟ فأجاب: والدك رحمه الله وأمك لا تمانع، لكني لا أريد أن يعلم أقاربك بالأمر، لأني أريد هذا الأمر سرا. عاشت مروى معه، وكان يحضر بيت الزوجية السر في النهار فقط وبشكل غير منتظم، أما الليل فقد كان يمضيه مع أسرته الأصلية. وبعد مرور سنة بدأت العلاقة تتدهور، ومع إلحاحها على الإنجاب ورفضه القاطع لذلك تحول الزواج إلى نفور، ثم فوجئت به بعد خصام بينهما يخرج العقد الزواج العرفي ويمزقه ويشهر الطلاق عليها، ثم يعطيها عقد الشقة ويقول لها: إن عقد الإيجار هذه الشقة سينتهي بعد 2 شهر، وعليك أن تتدبري أمرك بعد ذلك. كانت الصدمة قاسية على مروى، فقد كانت تظن أن الشقة من ضمن أملاكه. هكذا وجدت نفسها مطلقة تعود إلى منزل أمها بتعويض مالي صغير تفضل به عليها دافعا للمشاكل والخلافات. شعرت مروى بالخيبة أمل كبيرة، وندمت على ما فعلته، ولم تجد أمامها إلا التوبة والعودة إلى الله، فهو وحده القادر على أن ينسيها كل ما مر بها وأن يعوضها عن كل خير. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، سورة الحشر الآية 18. أصدقائي الشباب مندفعون وراء غرائزهم، والفتيات غرتهم العواطف وأعمت أبصارهم لتجرهن نحو الزواج الغير المحمود تنقصه التزكية الأهل والموافقة عليه. هي عقود زواج شرعية
بات الشباب يلجؤون لها بغية الحصول على زواج حلال الذي يشبع غرائزهم فقط، وبعيدا عن علم ذويهم يتقدمون طالبين يد الحسناء التي تندفع بعاطفتها بقبول العرض. إن معظم القصص الزواج بدون علم أهل تكون نتيجة علاقة محرمة قبل الزواج. إذا كان الزواج دون علم أهل مصيبة، فالعلاقة الزوجية هي المصيبة الأعظم، لأنها سوف تجعل الزواج يعيش في حالة شك دائما، وستحول حياته إلى هلاك، فالأوهام سوف تحتل قلبه وتفكيره، فدائما سيتخيلها مع رجل آخر تتحدث معه كما كانت تكلمه. أصدقائي، إن هذا الفيديو هو عبارة عن رسالة لجميع الفتيات التي تم تقديم لهن عرض زواج بدون علم الأهل، فإن هذه العلاقة ربما تدخلهم في نفق مظلم ليتركها في منتصف الطريق وتبقى في حسرتها. أختي الفاضلة، هنا يجب عليك التفكير، كيف سيرضى بك هذا الزوج الذي تزوجك بدون علم أهلك؟ إن باب الزواج واضح وبسيط، فعلي الفتيات عدم الانجرار وراء عواطفهن، كما أنصح الشباب بتقوى الله وعدم الظلم البنات الناس، لأنه كما تدين تدان. بعض الشباب يرون أن الزواج سيزيد من أعبائهم المادية على أساس أنهم غير قادرين على تكاليف الزواج، ومن ناحية أخرى يرفضون الزواج من مدينتهم التي تكلفهم الكثير من المال، سواء من حيث المنزل والمهر والحفلة والخطوبة وغيرها. في المقابل ينظرون للزواج الآخر على أنه لا يكلفهم الكثير، وغالبا من يلجأ لمثل هذا الزواج هم من فئات الشباب، فبعض الشباب يرفضون مبدأ الزواج الأقارب ويرون أن هذا الزواج بمثابة منفذ لهم. أصدقائي، إن أعجبتكم هذه القصة ومعانيها اتركوا تعليقا مناسبا لها، ولا تنسوا الإعجاب والاشتراك وتفعيل الجرس تشجيعا لنا بنشر المزيد. دمتم في رعاية الله وحفظه، إلى اللقاء.